ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. نقترح عليكم وصفة ديال ميني كيك بالقرقاع التمر الشوكولا واللوز. هذه يعني وصفة لي سهلة وممكننا أن نقدموها في بلاط ديال الحلوة ديالنا. يكفي أننا نحضروها حتى لآخر لحظة، ف يعني ما كتصبرش بزاف، فعندها واحد 3 أيام حتى 4 أيام، والأفضل أن نكون وضعينها في الثلاجة باش تبقى مزيانة. إذا ندوزو نشوفو المقادير. كنحتاجو 3 ديال البيضات، كنحتاجو 1/4 ديال التمر اللي كنقطعو قطع صغيرة، 1/4 ديال القرقاع اللي كنقطعو حتى هو القطع. غادي نحتاجو أيضا ديال الزيت، فهنا كنعبرو بكاس صغير، أو ليلة عبرنا بكاس العنبة فما كنعمروش. كاس ديال السكر سنيدة، خميرة ديال الحلوة وحدة. غادي نحتاجو أيضا واحد 2.5 كيسان ديال الدقيق، هنا كيسان صغار، أولا كاس ديال العنبة كبير ونص. والزين غادي نحتاجو شوكولا ابيض، وغادي نحتاجو رقائق اللوز اللي غادي نحمروها. وندوزو نشوفو طريقه التحضير. هنا الطريقه، فطريقه تحضير كيك عادي ولا اون جينواز، فكناخدو البيض وكنوضعوه في بول مع السكر سنيده، وكنضربو هاد المكونات مزيان. ملي كنقول كنضربو مزيان، فراه كنضربو تقريبا واحد 6 حتى 10 ديال الدقائق وحنا كنضربو في البيض ديالنا. وهنا باش طلع لكم يعني هذه من الاسرع باش الكيك ديالنا كينجح، فكنضربوا البيض كما قلت 6 حتى 10 ديال الدقائق، والبيض يكون بحراره المطبخ. هنا كنضربوا البيض مع السكر، فكنضيفوا الزيت تدريجيا، وحنا دائما كنضربوا. ثم كناخذوا الخليط ديالنا، كنوليو نخدموا بخلاط يدوي، وكنضيفوا ليه باقي المكونات اللي هي الدقيق والخميره، وكنخلطوا مزيان. كنكبوا الخليط ديالنا في اطار، فهنا اطار اللي استعملت ف يعني العرض والطول ديالو 28 على 24 سنتيم. كنكبوا الخليط ديالنا في الاطار، كنوزعو فوق منه الخليط ديال التمر مع القرقع. كنغطيو الوجه ديال الكيك ديالنا كله بهذا الخليط ديال التمر والقرقع، وكندخلوها الفرن حتى كطيب وكتحمر. كما كنخرجوا الحلوه ديالنا من الفرن كما كتشوفوا على هاد كتجي على هاد الشكل، كنكونوا موجدين الشوكولا الابيض اللي ذوبناه في حمام مائي، وكنكبوه فوق من الحلوه ديالنا، كنكبوه يعني من الفوق، وكنحاولوا اننا نسرحوا عليها مزيان حتى كيتغطى لينا الوجه كامل بالشوكولا الابيض. كنرشو رقائق اللوز اللي حمرنا كما قلت، فكنحمروها كنرشوها من الفوق يعني على الوجه حتى كنغطيو بها الوجه كامل. كنخليو الحلوه ديالنا يعني ما كندخلوها على الثلاجه لا والو، كنخليوها شويه غير كيقبض داك الشوكولا راسو، ثم كنقطعوها القطع على الشكل اللي بغينا. فهنا ما نخليوش الشوكولا يجمد، فالا جمد لينا الشوكولا غادي يجينا صعيب في التقطع، من الافضل يكون الشوكولا مازال دايب.
الطبقه باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كما كتشوف كتجي على هذا الشكل. فهنا هنا هادو قطعتهم لمربعات صغيره كتجي رائعه ولذيذة بداك التمر والكركاع اللي في الوسط ديالها، وهادو قطعتهم بشكل طولي. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه اللي كما قلت لكم فسهله وكتجي رائعه بداك الكركاع والتمر اللي من داخل، وطبعا داك الطبقه ديال الشوكولا مع الرقائق اللوز. وهنا شكلت خطوط بالشوكولا الاسود من الفوق، وصفة اللي سهلة وممكنكم تحضروها وتقدموها في كحلوة يعني مع الحلويات ديالكم. نتمنى تعجبكم الوصفة وجربوها، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناة باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحة والراحة.